السادة اللجنة المنظمة لهذا الحدث. آملين من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير البلاد. سيد وزير الاقتصاد، سادة النواب، المنظمة لهذا الملتقى، وكذلك غرفة التجارة في هذا ملتقى لتوحيد الرؤية الاقتصادية وكيفية إعداد أو تطوير هذا القطاع الخاص في ليبيا وفق دراسات منهجية علمية. ما ناش متكلمين في السياسة في كل الأحوال، ولكن بالنظر للظروف اللي مرت بها البلاد من 40-50 سنة الماضية كان هناك تشظي ما بين كافة الأنشطة أو المناشط الاقتصادية في ليبيا، وما فيش توحيد جهود، وتم استغلال هذه المناشط في بعض الأحيان بطريقة ما هي الصحيحة. والدولة أو الحكومة في الوقت الحالي وفي الفترة اللي فاتت بعد 17 فبراير تتعامل مع الكيانات الاقتصادية كوحدات متشتتة غير موحدة الرؤية، مع أنهاش رؤية اقتصادية تفيء بالمطلوب بالغرض المطلوب منها لبناء اقتصاد الدولة الليبية القادمة اللي يعود بالنفع على المجتمع الليبي. المنطقة هادف لعدة أمور اقتصادية، والأمور الاقتصادية الريادية للأسف الشديد تمر بها ليبيا اليوم لمدة 6-7 سنوات. فنحن نحاولوا الكيانات الاقتصادية بالكامل اليوم تم الاجتماع والوفاق ان احنا نجتمع مع بعض ونوضح وجهة النظر للسياسي الدولة، ونوضح وجهة النظر للمواطن الكريم على الأعباء اللي تصير عليه اليوم في البنوك، والأعباء اللي تصير عليه في عدم وجود سلع استهلاكية ضرورية، والأضرار اللي هي واقعة حقيقية للأسف الشديد. اليوم خلال 6-7 سنوات كنا نتوقع ان نحن بعد 17 فبراير ننقل المواطن ينتقل المواطن ونحن معاه لمرحلة أخرى. اليوم تغير نقلة المواطن من مراحل الأعمار والهدوء والاستخارة إلى مراحل الغم والهم والمشاكل اللي هي موجودة حاليا نشوفها لكل مواطن ليبي، يعني بدون استثناء، يا أما تهجير، يا أما فاقد لمرتبة، يا أما فاقد لعمله، يا أما ما عندهش مين يشتري سلعة بسوق بسعر معقول ليه ولأسرته. احنا نفسنا احنا مطلبنا هذا، مطلبنا ان يا جماعه اثقوا في القطاع الخاص، يا جماعه اعطوا المرونه للقطاع الخاص. مطالب انا طب اقولهم حاليا ان مطلوبات بعض التشريعات تعدل، قاعد التشريعات هي السابقه، القوانين السابقه المعمول اخر حاجه اندلت 2010 ايام النظام السابق، قد يكون فيها كثير عقبه. كما تعلمون جميعا القطاع الخاص كان محارب، رجل اعمال كان بالفعل صفه مشبه بمجموعه اسماء زماننا، فلم تتغير الاشياء. اخي صراحة كان القطاع كان النظام السابق محاربنا عينينا قبالة، تو حاليا مش محاربين ولكن مهمشين. كيف دولة كل العالم يعرف ان الاقتصاد او الدخل القومي لأي دولة 60% 70% يديروها القطاع الخاص، إذا كانت 60% 70% حاربتهم وهمشتهم يبقى أنت مشلول، أنت حتى لو 30-40% كانوا منتجين هذه البلد تعيش في 30-40%. ولذا مطلبنا أن التوجه للقطاع الخاص، لن تقوم قائمة ليبيا ولا تقوم أي دولة ما لم يكون توجه للقطاع الخاص. القطاع الخاص يستقطب مواقع العمل، القطاع الخاص يبعد حتى التأجيجات. احنا نوريك مجلس أصحاب الأعمال الوحيد اللي بعيد 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 كل البعد عن كل ما يحصل في ليبيا، انقسمت، احنا موجودة على مستوى ليبيا ككل، احنا عندنا في غزان، عندنا في بنغازي، عندنا مكاتبنا، فروعنا، وحدة لحمة واحدة. السلع كلها موجودة من الخارج، استيراد عشوائي، مصرفي.